هم أصل الحكاية. المتفوقون أصل الحكاية، يضاء التاريخ بهم. ويظلون على الدوام حراس الحكمة وكاتبي مدوناتها وسردياتها العميقة، وهم من يستحقون التكريم والمنزلة العليا. منذ 44 عاماً دأبت وزارة الثقافة وبرعاية ملكية سامية على تكريم العلماء والأدباء والفنانين الأردنيين من خلال برنامج جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، حرصاً منها على تشجيع المبدعين في مختلف الميادين العلمية والثقافية والمعرفية والتعريف بدورهم الريادي في بناء الوطن. جائزة الدولة التقديرية لعام 2020 حقل الآداب الرواية الروائي هاشم غرايبة. في حوارة والسهول حكاية المدى كان الميلاد. لم يمنعه تخصصه في المختبرات الطبية من اكتشاف أزهار اللغة الأنيقة، فراكم أعمالاً أدبية راقية المستوى وروايات نبشت في جذور المكان والإنسان. كتب رواية الواقعية النقدية والتاريخية، منها الشهبندر، القط الذي علم للطيران، ومعبد الكتب، وله إسهامات في الكتابة القصصية والمسرحية. فرحت بهذه الجائزة وفرحت لأني أتشاركها مع زميلي وصديقي الروائي سليمان القوابعة، وأعتقد أن هذه الجائزة على امتداد سنوات طويلة حفزت كثير من الكتاب الشباب والمبدعين لكي يتجهوا نحو مزيد من الإبداع والتميز والحلم بالحصول على هذه الجائزة. الروائي سليمان قوابعة من المنقبين عن جماليات المكان، وعلى مشارف ضانا وقت السحر كانت صرخة الميلاد. راكم خبرات كبيرة في المجال التربوي والإبداعي، فتفوق في كتابة رواية الاغتراب. من أعماله الروائية شجرة الأرغان، حوض الموت، الرقص على ذرة طوبقال، وحلم المسافات البعيدة. الجائزة هي شرف لي، عندما أحصل على جائزة هي مغشاة من صاحب الجلالة، هذا شيء يفرحني ويسعدني ويعطيني كما يقال موتيف لكي حتى وأنا في 70 أن أستمر في الكتابة عن بلدي وعن هذا البلد الرائع بقيادته الهاشمية. وبالتالي فإنني سعيد وما زلت أطمح أن أزيد وأزيد وأزيد. حقل الفنون والتمثيل. الفنان موسى حجازين كوميديان مبهر وموسيقي تخرج من جامعة حلوان في مصر، صاحب حضور لافت في كوميديا الموقف، فنان فطري ينقد الواقع بسخرية عميقة. عرف بشخصية سمعة التي شكلت انطلاقته الأولى في مسلسل حارة أبو عواد الجزء الثاني. يا زلمه خايف انه بضحك عليها، قاعد باخذ قروش من جهه من جال وبسد من جال ثاني. بس انا رايح اكشف هاللعبه. تكشفها ولا ما تكشفها، المهم انه ما ياخذها، خليها تمور خليها تمور وبعدين انا باخذها. دخل حجازين بيوت الأردنيين فأحبوه، نال وسام الاستقلال من الدرجة الثالثة عن مجمل أعماله الكوميدية، فكان المبكي والمفرح على خشبة الحياة والمسرح. الفنان عبد الكريم القواسمي اسمع أقول لك، بدي أفتح لك جنينة كزوز على حسابي وهو يسد علي منافذ القول. ممثل ذو كاريزما خاصة، جسد الأدوار الهادئة والحكيمة في مجمل أعماله الدرامية والمسرحية،
فنان ملتزم عرف بحواراته الرخيمة وإطلالته العفوية. من أعماله الدرامية المميزة دليلة والزيبق، أم الكروم، ووجه الزمان، وأبو جعفر المنصور. نال التقدير في أكثر من محفل عن مجمل أعماله الدرامية الباقية في الوجدان الشعبي والوطني. هذا التكريم وهذه الجائزة لهما قيمة خاصة ومذاق خاص، هي موشحة من قائد البلاد حفظه الله، وهي أعطيت ونحن على قيد الحياة. وما أجمل أن يكرم المرء في وطنه وبين أهله، وجاءت هذه المناسبة متزامنة مع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى تأسيسها المئوي. أشكر جلالة الملك ووزارة الثقافة وجميع العاملين من وراء الستار على هذه المكرمة الغالية العزيزة على النفس. حقل العلوم الاجتماعية والإنسانية، الآثار في الأردن. الدكتور معاوية محمود يوسف، أستاذ أكاديمي متخصص في الآثار القديمة واللغات الشرقية، نال شهادة الدكتوراه من جامعة برلين في ألمانيا مطلع السبعينات. مثل الأردن في لجنة اليونسكو للتراث العالمي، ونظم وشارك في العديد من المؤتمرات الآثرية واللغات القديمة. نال العديد من الجوائز المرموقة ودرجات الشرف والتكريم عن مجمل مساهماته البحثية في مجال آثار الأردن. أنا أقدر مثل هذه الجائزة تقديراً كبيراً، وأتقدم بالشكر الجزيل للقائمين عليها، وخاصة وزارة الثقافة والقائمين عليها، وأرجو أن تستمر مثل هذه الجوائز على الباحثين والمتميزين من أبناء بلدنا. الدكتور زيدون المحسن، باحث وأكاديمي وأستاذ في الآثار، من مكتشفي آثار الأردن والمعرفين بها عالمياً، حاز على شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون في فرنسا في الآثار الكلاسيكية. شغل العديد من المناصب، منها عميد كلية الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك. أشرف على العديد من التنقيبات والمواسم الآثرية في مختلف المواقع في الأردن. من مؤلفاته البتراء، المدينة العربية الخالدة، خربة الذريح، والعرب قبل الإسلام. نشكر جلالة الملك على هذه الجائزة التقديرية، وهذا ما يشجعنا إلى أيضا الإبداع والاستمرار في عملنا، سواء في التدريس أو في التعاون العلمي مع الجامعات الأخرى في الميدان أو في الجامعة. الدكتور سليمان الفرجات، من أبرز المنقبين الآثريين الأردنيين، حاز على الدكتوراه من جامعة البوليتكنيك في إسبانيا. شغل العديد من المناصب المهمة في حقل اشتغالاته، منها مدير عام هيئة موقع المختص، ومستشار في الوكالة اليابانية للإنماء، وله دور بارز في المؤتمرات العلمية المتخصصة في الآثار. كتب العديد من الأفلام التوثيقية لآثار الأردن. أود أن أشكر وزارة الثقافة على هذه الجائزة. هذه الجائزة بالنسبة لي تكتسب أهمية كبيرة، وخاصة كونها موشحة بالإرادة الملكية، وكونها تتزامن مع الاحتفالات بمئوية تأسيس الدولة الأردنية، وتتزامن مع الاحتفال بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم. حقل العلوم البحتة والتطبيقية، مستشفى الأمير حمزة بن الحسين. تأسس عام 2006 على ربوة في العاصمة عمان، حصل على الاعتراف من المجلس الطبي الأردني كمستشفى تعليمي في عام 2010. أسهم في تقديم خدمات طبية متميزة،
باستحداث تخصصات طبية جديدة تقوم على تقديم خدمة علاجية غير متوفرة في القطاع الصحي العام. وخلال مواجهة جائحة كورونا المستجد كوفيد-19، أظهر العاملون فيه تفوقاً كبيراً في التصدي لهذه الجائحة. هذه الجائزة ستزيد من إصرارنا وتقوي عزيمتنا لأن نعطي بشكل كبير جميعاً إدارة وأطباء وتمريض وكافة الكوادر الطبية المساندة والعاملة في المستشفى، لأن يرتقي هذا المستشفى إلى مستوى طموح جلالة الملك وكافة أجهزة الدولة، وأن يبقى أحد المفاصل الوطنية وأحد المستشفيات الكبيرة في هذا الوطن التي تقدم ما تستطيع وتقدم كل ما عندها وبمهنية عالية وبكل السبل المتاحة. وتظل للحكاية فصول متواليات من دوائر التميز واكتشاف البهاء، حيث تعيد وزارة الثقافة التكريم كل عام لكوكبة من علمائها ومبدعيها، عرفاناً لهم وتجسيداً لدورها التنويري. ودوات الحبر لا تفنى.